بنلاقي اليوم من صعوبات من مخاطر كبيرة لإيصال الحقيقة. كان حقيقة العمل الإعلامي في سوريا بعيدا حتى عن ممارسة الصحافة، اليوم تحكي عن مناطق نزاع، تحكي عن سوريين موجودين مع هالشعب هذا 12 عاما وعدساتكم توثق أحداث الثورة وتفضح نظام الأسد المجرم. لحتى ندافع عن أهداف الثورة ونقاء الثورة وبالآخر تتحقق أهداف الثورة إن شاء الله ننتصر. في اليوم العالمي لحرية الصحافة وبتنظيم من وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ وبالاشتراك مع الأجسام العالمية الموجودة في المنطقة أجريت ندوة بعنوان الصحافة أو الإعلام الثوري في مواجهة النظام المجرم، يعني نظام الأسد المجرم. تناولت الندوة أبرز الانتهاكات أو الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي سواء في مناطقه أو عمليات القتل التي حدثت من خلال استهدافهم بالقذائف والمدفعية في المناطق المحررة. استهدفت أيضا آلية العمل أو إيجاد آلية عمل للوقوف في وجه موجات التطبيع التي تواجه الثورة السورية مؤخرا مع نظام الأسد. نحن عملنا سوري، بعض الأخوة تحدثوا أنه نحن عملنا رسالة سامية وهي خلق رائع عام في المجتمع. نحن اليوم ما خسرنا بجزء معركة ولكن ما خسرنا الحرب كلها. يجب علينا رفع الحالة المعنوية للناس. الحالة المعنوية أنه نحن اليوم ما زال أمامنا متسع أنه نرجع ترتيب أوراقنا من جديد. عقب النظام السوري الكثير من الإعلاميين المقربين له والذين ما فتحوا يحركوا. نحن في اليوم العالمي لحرية الصحافة في يعني المناطق المحررة شكلت أو أعلنت يعني وزارة الإعلام عن جلسة أو ندوة مفتوحة للإعلاميين للحديث عن حرية الصحافة وحرية الإعلام في داخل المنطقة المحررة. طبعا يعني كوزارة الإعلام ويعني وزير الإعلام الأستاذ محمد العمر يعني ذكر أنه هناك توصيات ووعود على تسهيلات سوف تقدمها الوزارة للإعلاميين بشكل خاص. أنا أقول هل هو فقط المطالبة بالحقوق أم هناك أيضا واجبات على الإعلاميين الموجودين في المناطق المحررة؟ واجبنا نحن كإعلاميين بالدرجة الأولى بالفعل هو استهداف العالم ككل والعالم العربي والإسلامي بشكل أدق يعني.